بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم جميعا يا شباب، عاملين ايه؟ ان شاء الله باذن الله النهارده نستكمل رحلتنا في منهجيه اللين، وكانت اول محاضره الاسبوع اللي فات شرحنا فيها الهيستوري وشرحنا فيها الاوريجنز بتاعت اللين، وحددنا فيها الديفلوبمنت كواليتي ستيجز، وشرحنا فيها الهيستوري والأوريجنز كاملة بتاعت اللين بداية من القرن القبل العشرين والقرن العشرين، وختمنا الموضوع بموضوع الهيستوري، وكلنا فهمنا الهيستوري بتاعت الجودة والهيستوري لمنهجية اللين. النهاردة بقى هنستكمل باقي المنهجية بتاعتنا، وهنبتدي بقى نخش في منهج اللين. واحنا كده خلصنا المقدمة الكبيرة اللي احنا خدناها في المحاضرة اللي فاتت، وفهمنا يعني ايه لين، وفهمنا ازاي بدأت الجودة وبدأت الجودة واخر تطور الجودة كان ايه، وفهمنا برضو بعد ما دخلنا في اللين منهجية اللين اخذنا الهيستوري بتاعتها، وقسمنا الهيستوري قبل القرن العشرين وأثناء القرن العشرين، وشرحنا الهيستوري كاملة بتاعة اللين. طبعا هنبتدي بقى النهاردة إن شاء الله نخش بحاجة جديدة في اللين، ونبتدي بقى نشرح التطبيق المنهجية اللين، والشغل العملي بقى هيبتدي من النهاردة. يعني أنا كنت مشير لكم النهاردة امبارح على الجروب الشيت اكسل في الثمان هوادر بتاعت الشيك شيت ده كل واحد طبعا هيعمله من خلال عمله وهيطبقه من خلال عمله. انا مدي تو اكزامبل في الشيت، هتعمله زيهم بالظبط، هو يعتبر تمبليت، هتكتب الثمان هوادر بتوعك. طبعا في ناس كتير سالتني امبارح يا باشمهندس اسامه الثمان هوادر دول مش موجودين افيلابل عند، في حاجات كتير قوي فيهم مش موجوده افيلابل عندنا في مكان عملنا. فانا قلت له اللي سالني يعني، قلت له اللي انت هتلاقيه من الثمان هوادر عندك في مكان عملك هتبتدي تشتغل عليه وتحط الداتا بتاعته، واللي مش عندك هتكتب له نيجلكت، يعني ايه هتهمله يعني، وتيجي عند الحته اللي هي في البريورتي ما تكتبش فيها حاجه، وتيجي في الديسكريبشن اوف ايشوز هتكتب نيجلكت، يعني الحاله دي مش موجوده عندك في مكان عملك. ده من ضمن الاسئله اللي اتسالتها على الخاص. يعني في اسئله تانية اتسالتها على الثمان هوادر، الشيك شيت للثمان هوادر، قالوا لي طب احنا في ناس طلبه كتير معانا اللي في كليات واللي في معاهد واللي بيدرس دراسات عليا واللي بيحضر ماجستير، قالوا لي طب احنا هنستفاد ايه واحنا اصلا شغلنا اكاديمي؟ طبعا هنطبق برضو الثمان هوادر في خلال دراستك. يعني مثلا في واحد بيدرس في الجامعه خمس مواد في الترم، هيحط الهوادر بتوعه الثمانيه ويشوف الثمانيه دول هو بيناسبه ايه في المجال التعليمي في خلال الترم الاول عنده. هيلاقي مثلا ان في ويست او في الويتنج تايم هيلاقي في مشاكل، هيلاقي في البروسيسنج في مشاكل، هيلاقي في البرودكت الاوفر برودكشن بتاعه سواء كان في المذاكره او في الحضور او في ويتنج تايم عنده. اللي هيشو يعني هتبتدي تحلل الثمان هوادر بتوعك في خلال دراستك عادي، هتيجي تشوف المناسب ليك او اللي متاح عندك هتعمله، اللي مش متاح عندك هتكتب له قدامه بنفس الشيت نيجلكت، يعني دوت مش مؤثر عندي او انا بهمله لانه هو مش موجود او غير متاح نوت افيلابل عندي في دراستي او في شغلي او ايا كان وظيفتي. وطبعا الشيك شيت يعتبر شيك شيت فور الثمان هوادر دول يعتبر اول تطبيق عملي هنبتدي ناخده في اللين.
يعني ده اول تطبيق عملي هنبتدي ندرسه في اللين. من بعد محاضرتنا النهارده ان شاء الله هنبتدي نطبق الثمان هوادر في خلال عملنا، في خلال دراستنا، ايا كان بقى انت طالب او موظف او ايا كان، الثمان هوادر عندك في المكان بتوعك، سواء كنت بتدرس او انت بتشتغل او ايا كان نوعيه الوظيفه او العمل اللي انت بتأديه، اكيد هتلاقي عندك من الثمان هوادر حطيت لها الاولويه وهتشرحها في الديسكريبشن اوف ايش. طيب هنبتدي بقى ندرس النهارده مع بعض اللي مانيفاكتشرنج اوبجكتيفز. احنا عندنا اهداف، التصنيع الرشيق بتاعنا ليه اهداف، والاهداف ديت يعني تقريبا بتتحقق مع تطبيق التقليل من الهوادر وتطبيق بعض الادوات اللي احنا هندرسها مع بعض في باقي المنهج، فاكيد هنحقق الهدف المرجو من التصنيع الرشيق. طيب الاهداف ديت اهم نقطة فيها هي الوصول بنسبة طبعا ما تكتبش حاجة لان الحاجات دي عندك في الباور بوينت، وانا بشير لك بعد المحاضرة الماتيريالز فيها كل حاجة. الحتة اللي انا بقول لك مش مكتوبة في الماتيريالز انا بمليها لك وبقول لك دي مهمة وبقول لك اكتبها وراي. فطبعا ما تكتبش حاجة، انت بس تسمعني دلوقتي لان المحاضرة النهارده مهمة جدا جدا، هنشرح فيها الهوادر الثمانية وهنشرح انواع الهوادر اصلا وهنشرح التايم تيرمز، ومهمة جدا موضوع شروط الوقت. طيب هنبتدي بنقول ان الاهداف بتاعت التصنيع الرشيق، اول نقطة في الاهداف ديت اللي انا عايز اوصل بنسبة الفاقد لزيرو، يبقى الوصول بنسبة الفاقد الى الصفر في كل المجالات بقى، في كل المجالات مثل الاعطال وزمن التأخير وعدد المنتج المعيب والمخزون في كل المراحل والتوريد وحوادث الأفراد وحوادث المعدات وجهد الأفراد وأي عناصر أخرى تؤثر على العملية التصنيعية. يبقى كل اللي أنا قلته ده عايز أوصل ليه لنسبة الفاقد إلى صفر. يبقى أول نقطة من ضمن الأهداف الوصول إلى نسبة الفاقد لصفر في كل المجالات مثل الأعطال وزمن التأخير وعدد المنتج المعيب والمخزون في كل المراحل التوريد وحوادث الأفراد. الحوادث تعتبر فاقد، بتفقد وبتأثر على المنتج، أي عامل أي موظف أيا كان الشخص لما بيحصل له حادثة بيأثر عليك، بيأثر عليك وبيأثر على منتجك. تمام؟ بنقلل حوادث الأفراد وحوادث المعدات. طبعا المعدة مهم لما بيحصل لها أي عطل أو أي حادث بتأثر على المنتج، وجهد الأفراد وأي عناصر أخرى تؤثر في العملية التصنيعية. يبقى نقول كده مع بعض، التصنيع الرشيق في رؤيته النهائية بيهدف إلى العديد من الأهداف، ومن هذه الأهداف النقطة اللي أنا قلتها اللي هي الوصول بنسبة الفاقد إلى الصفر في كل المجالات مثل الأعطال وزمن التأخير وعدد المنتج المعيب والمخزون في كل مراحل التوريد وحوادث الأفراد وحوادث المعدات وجهد الأفراد وأي عنصر بيأثر على العملية التصنيعية، عايز أوصل بيه بنسبة صفر، يعني ما خليش أي فاقد عندي، تقريبا أوصل بيه بنسبة صفر. طيب النقطة ان خفض زمن التوريد وسرعة الاستجابة لطلبات العميل، بخفض زمن التوريد، طبعا التوريد اللي هو المنتج النهائي فاينل برودكت،
بقلل الزمن بتاعه، قلنا خفض زمن التوريد وسرعة الاستجابة لطلبات العميل. النقطة الثالثة زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم الربحية، ده يعتبر الهدف الثالث في التصنيع الرشيق. والنقطة الرابعة والأخيرة اللي هي تعظيم القدرة التنافسية القائمة والسعي لبناء قدرات تنافسية جديدة. أنا عندي الأربع نقط دول هم أهداف التصنيع الرشيق: الوصول بنسبة الفقد إلى صفر أياً كان مجاله، خفض زمن التوريد وسرعة الاستجابة لطلب العميل، زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتعظيم الربحية، تعظيم القدرة التنافسية والسعي لبناء قدرات تنافسية جديدة. تمام؟ يبقى ده من ضمن الأهداف المهمة اللي لازم اللي احنا نوصل لها ولازم اللي احنا نحقق. طيب هنبتدي ناخد الديفينيشن للين مانيفاكتشرينج. لين مانيفاكتشرينج ديفينيشن اللي هو التصنيع الرشيق. التصنيع الرشيق، كلمة التصنيع الرشيق بتعني التصنيع الخالي من الهدم. يبقى كلمة التصنيع الرشيق هو التصنيع الخالي من الهدم أو المخرجات الغير مرغوب فيها. يبقى التصنيع الرشيق باختصار هو التصنيع الخالي من الهدم، ما فيهوش هوادر ولا نفايات ولا أيا كان، أو المخرجات الغير مرغوب فيها. طيب بنيجي نقول تعريف تاني بيقول لك ان غالبا ما بنسميه الرشيق. ليه بنسميه الرشيق؟ لانه وسيله منهجيه التقليل من النفايات والهوادر. كل الناس كده سمعاني؟ الصوت واضح والصوره واضحه؟ عشان انا حسيت كده من فتره الصوت قطع مره. تمام خلاص. يبقى الرشيق بيعني، ليه بنسميه رشيق؟ لانه وسيله منهجيه التقليل، بتقلل من النفايات والهوادر. طيب ايه هي النفايات والهوادر؟ النفايات والهوادر ليها ثلاث تعريف. نركز بقى مع بعض عشان احنا كده بدأنا يعتبر في الجزء المهم عندنا في الكورس، بداية من الكلام ده، يعني بداية من الكلام دوت يعتبر هو ده بداية الشغل العملي وهو ده بداية التطبيق بتاعنا ان شاء الله من النهاردة. طيب النفايات والهواجر ليها ثلاث تعريف. هنقول التعريف الاول هو أي شيء بيستهلك وقت أو موارد أو مساحة ولا يضيف أي قيمة للمنتج أو الخدمة المقدمة للعميل. يبقى معنى النفايات أو هوادر أو وسط، معنى ذلك إيه؟ أي شيء بقى أيا كان، احنا هندرسهم دلوقتي بالتفصيل، هندرس النفايات والهوادر دي بالتفصيل، وهندرس التقسيمه بتاعتهم، وهندرس هنعمل فيهم ايه. يبقى معنى النفايات او الهوادر هو اي شيء بيستهلك وقت او موارد او مساحه ولا يضيف اي قيمه للمنتج بتاعي او الخدمه المقدمه للعميل. طيب في تعريف تاني، اي شيء يضيف تكلفة بدون اضافة قيمة. مهم او التعريف ده، اي حاجة بدفع عليها فلوس وما بتدينيش في الاخر اضافة للقيمة، ده يعتبر هدر فلوس وهدر تكلفة، وتكلفة غير ضرورية تعتبر هوادر، تعتبر
موارد. يبقى اي شيء يضيف تكلفه بدون اضافه قيمه ده يعتبر تعريف برضو تاني للنفايات او الهواجس. طيب بنقول العميل هو الشخص الوحيد الذي يحدد ما هي القيمة المضافة للمنتج أو الخدمة. مهم أوي برضو الكلام ده. يعني إيه الكلام ده يا هندسة؟ يعني أنا أعرف منين اللي أنا عندي هوادر أو بدفع تكاليف غير ضرورية بدون إضافة قيمة؟ يعني أنا يعتبر عندي نان فاليو أدد، مفيش قيمة مضافة. طب أوصل إزاي للفاليو أدد؟ عن طريق العميل. يبقى أوصل للقيمة المضافة اللي أنا بضيفها للمنتج الريفرنس ليا العميل. العميل هو اللي هيحدد إذا كان المنتج بتاعه اللي أنا بصنعه أو الخدمة اللي أنا بديها له، لو إن بنطبق الكلام ده في الصناعات أو الخدمات. يعني اللين بتطبق في الصناعات أو الخدمات، أيا كانت الخدمة اللي أنا بأديها للعميل، إزاي أعرف إن القيمة بتاعتي دي مضافة أو قيمة غير مضافة، سواء كانت للمنتج أو العميل. وده هنعرفه دلوقتي، وهنحدده إزاي. هنعرفه دلوقتي من خلال طبعا الثمان هوادر، من خلال التصنيف بتاع الثلاثة بتوع الهوادر، وهناخد الثمان هوادر بتوع المودة اللي احنا شيرنا فيهم الشيك شيت وقلنا نستخدمها في مجال عملنا. كل الناس مركزة معايا اللي انا بقوله؟ متهيألي من الصعب يعني الناس كلها مركزة معايا. في حد عنده مشكلة لغاية دلوقتي؟ طب تمام، لان مفيش اي مشاكل. طيب الحمد لله. مفيش صوت؟ هو الصوت بتاعي مش واضح؟ استاذ احمد عبد الوهاب كاتب الصوت مفيش صوت خالص. انا الصوت بتاعي كده مش واضح يا شباب؟ الصوت كده تمام يا باشمهندس. في واحد كاتب على الشات استاذ احمد كاتب الصوت مش واضح. طب تمام. طب الحته اللي اتقطعت يا باشمهندس احمد ديت جزء قليل صح؟ في جزء قطع كده مره واحده ولقيت ال كان بسيط حاجه يعني بسيطه يعني ما لناش دي. طيب ماشي، هي ان شاء الله دي برضه في المونتاج هتتشال، بحيث الدقيقه ديت لو انا قلت حاجه الناس مش معايا يعني مش هتبان لكم في المحاضره على اليوتيوب ان شاء الله. طيب هنبتدي نقول الثلاث نقط تاني في عجاله. معنى نفايه او هوادر، اي شيء بيستهلك وقت او مورد او مساحه ولا يضيف اي قيمه للمنتج او خدمه متقدمه للعميل، واي شيء بيضيف تكلفه بدون اضافه قيمه، والعميل هو الشخص الوحيد هو الريفرنس بتاعي اللي هيحدد اذا كانت القيمه دي مضافه للمنتج او الخدمه او غير مضافه للمنتج او الخدمه. طيب نبتدي بقى نركز مع بعض، عشان الحته دي انا شرحتها في المحاضره اللي فاتت، وكان في ناس شيتت وقالت ان احنا مش فاهمين او في احنا متلخبطين في المودة والموري والمورة. هقولها تاني بقى هنا بالتفصيل، كل الناس بقى تركز معايا. الثري تايبس اوف ويست، الثري تايبس اوف ويست اللي هي النماذج التلاتة للهوادر. جم الناس المحللين في اللين قالوا ان الهوادر تلات انواع، الهوادر عندي ثلاث انواع. النوع الاول اسمه مودة، النوع الاول في الهوادر اسمه مودة. طب معنى مودة يعني ايه؟
باللغة طبعا اليابانية، احنا عارفين ان الكلام دوت اتطبق في شركة تويوتا ونظام تويوتا، وقالوا وهم اللي صنفوا الهوادر، واحنا خدنا التي بي اس اللي هو تويوتا برودكشن سيستم، وشرحنا مين اللي اسس تويوتا برودكشن سيستم ومين اللي حط الهاوس اوف كواليتي، والكلام ده كله شرحناه الاسبوع اللي فات وعارفين الكلام ده كويس، طبعا مش هنعيده تاني عشان وقت المحاضره. طب ايه المودة؟ قال لك ان المودة هو عمل ذو قيمة غير مضافة، عمل ذو قيمة غير مضافة، او عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد. يبقى نقول المودة هو عمل ذو قيمة غير مضافة وعدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد. ده النوع الأول من الهوادر اللي هو مودة. النوع الثاني من الهوادر اللي هو مورا. طب مورا ده يعني ايه؟ قال اختلال التوازن في توزيع العمل. اختلال التوازن في توزيع العمل. انا مدي امثله دلوقتي وهشرح لكم ازاي بنفرق ما بين ده وده وده، وهتفهموا من خلال الامثله والصور التوضيحيه اللي انا حاططها. طيب المورا اختلال التوازن في توزيع العمل. طيب والموري هو التحميل الزائد للعمل. الموري اللي هو التحميل الزائد للعمل. طيب هناخد الأمثلة. ادي المودة هو عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد، سواء موارد بشرية او ماكينات الى ذلك. يبقى المودة اللي احنا هناخد فيها الثمان هوادر، الثمان هوادر يخصوا المودة، ثمان هوادر يخصوا المودة لوحديها، هي عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد سواء كانت بشرية او ماكينات او الى ذلك. دي المودة. المورا اختلال التوازن في توزيع العمل بين اعضاء الفريق او الماكينة. يبقى المورا اختلال التوازن في توزيع العمل بين اعضاء الفريق او الماكينة. طيب الموري التحميل الزائد للعمل بين اعضاء الفريق او على الماكينة. يبقى تاني نقول المودة عدم استغلال المواد، طبعا الفرق واضح ما بينهم، وهنعرف دلوقتي الفرق دوت لما نيجي ندرس الثمان هوادر. يبقى المودة عدم استغلال الموارد المتاحة بشكل جيد سواء مواد بشرية او ماكينات. المورا اختلال التوازن في توزيع العمل بين اعضاء الفريق او الماكينات. والموري التحميل الزائد للعمل بين اعضاء الفريق او على الماكينات. طيب كل مؤسسة سواء كانت مؤسسة صناعية او مؤسسة اكاديمية او خدمية لازم تعمل تقليل للهوالك او الهوادر او النفايات. طب هتقلل الهوادر والنفايات بتاعتها ازاي؟ هنعرف دلوقتي. وكل واحد لما جه شيرت له الشيك شيت للثمان هوادر يبتدي بقى يطبق الكلام ده في مجال دراسته او عمله او ايا كان وظيفته، وهنعرف بنعمل الكلام ده ازاي. طيب في بعض الادوات اللي احنا هندرسها هنقلل بيها الهوادر، في بعض الادوات هندرسها في اللين عشان نقلل الهوادر. طيب هنيجي بقى ناخد ده بقى التطبيق العملي اللي انا شيرته النهارده امبارح على الايه؟ الجروب. طبعا انتوا في ناس لسه ما بصيتش فيها، هفكركم بالشيت ده، هفكركم بالشيت اللي انا شيرته ده اهو، هو ده الشيت اللي انا شيرته امبارح.
تمبليت كده ومكتوب عليها 8 ويسكي شيك شيت. ادي القالب اللي احنا هنبتدي نحط عليه. وفي مثالين هم محطوطين اتاتشت برضو تحت. نعمل زيهم وكل واحد بقى يعمله من خلال عمل. يعني انا اديت لك التمبليت وانت اشتغل بقى. حط الثمان هوادر بتوعك اللي احنا هندرسهم دلوقتي مع بعض بالتفصيل. ندرسهم محطوطين جاهزين. هتحط البريورتي بتاعتك لو ميديوم هاي، وبعد كده تشرح بقى الديسكريبشن اوف ايشيو في العمود الاخير بالنسبه للثمان هوادر بتوعك من خلال وظيفتك او مجال عملك ايا كان. هتلاقي عندك هوادر. اللي بيدرس هيلاقي عنده هوادر، واللي بيشتغل هيلاقي عنده هوادر. مفيش مكان او دراسه او مكان اكاديمي او مكان خدمي او مكان صناعي او مؤسسه ما فيهاش هوادر لتبقى منظمه مثاليه مليون في الميه، او شخص مناسب مليون في الميه. لازم كل منظمه او كل مؤسسه او كل اكاديميه تعليميه بيكون فيها هوادر. مش ممكن. فبتحط التمبليت للثمان هوادر بتوعك، تشتغل وبتشتغل عليهم وبتحلل وبتشوف ايه نوع الهوادر اللي عندك في مكانك. عندك ديفكتس، عندك اوفر برودكشن، عندك ويتنج تايم، ماشي، عندك ان يوزد سكيلز او ان يوزد تالنت. في معنى الكتب بتيجي تالنت او سكيلز، مش مهم. خدت بالك؟ بتشوف الهوادر الثمانيه وبتحطها زي ما محطوطه كده في التمبليت، بتحطهم تحت بعض كده. ترانسبورتيشن، انفنتوري، موشن. وبتشوف المكان بتاعك او شغلك او وظيفتك او مذاكرتك او 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 فيها ايه، بتحدد اولوياتك وبتشرح. يبقى انت كده عملت شيك شيت لايه؟ للهوادر الثمانيه. متهيألي اللي انا بقوله كله واضح. مين اللي مش فاهم؟ مين اللي مش فاهم؟ تمبليت جاهزه، بتدرس مكانك او دراستك او ايا كان شغلك او وظيفتك، ايه نوع الهوادر اللي عندك؟ بتحدد بريورتي عاليه، متوسطه، قليله. بعد كده بتشرح الكلام ده او بتوصف الايشيو دي. مفيش اسهل من كده. متهيألي مفيش اسهل من كده. خلاص، هو ده شيت الاكسل اللي انا شيرته امبارح وقلت لكم كل واحد في مجال عمله، كل واحد في مجال دراسته يملى الشيت ده. يملى الشيت ده. انا في الكورسات اللي فاتت معايا شيتات قد كده الناس مليتها، ده ما فيهاش صعوبه يعني. تمام. نرجع لمحاضرتنا تاني. ادي شكل ايه؟ التمبليت بتاع الشيك شيت. نرجع لمحاضرتنا تاني. هنقول انواع نماذج المودة، اللي هو يعتبر اول نوع عندي بالهوادر، اللي هو المودة ده. اهم نوع هو بقى كل شغل اللين على المودة ده. تخيلوا كل شغل اللين على الثمان هوادر بتوع المودة. ليه؟ لان الثمان هوادر بتوع المودة هم اللي بيلموا كل شيء، كل الهوادر والهوالك والنفايات اللي في الدنيا كلها في نماذج المودة. طيب المودة بنصنفها لثمان انواع رئيسيه. اول نوع اللي هو ترانسبورتيشن اللي هو الفاقد الناتج من نقل المواد. الفاقد الناتج من نقل المواد. النوع الثاني
الانفنتوري اللي هو الفاقد الناتج من التخزين. الفاقد الناتج من التخزين. النوع الثالث اللي هو الموشن، الفاقد الناتج عن الحركة. النوع الرابع الويتنج تايم، الفاقد الناتج عن وقت الانتظار. النوع الخامس الاوفر برودكشن، الفاقد الناتج عن الانتاج الزائد. ستة الاوفر بروسيسنج، الفاقد الناتج عن العمليات الزائدة. سبعة الديفكتس اللي هو الفاقد الناتج عن العيوب. ثمانية الانيوزد سكيلز اللي هو الفاقد الناتج عن عدم استغلال المواهب، وبيسموه برضو في بعض الأحيان unutilized talent أو unutilized skills في بعض الكتب. ماشي، يعني unused skills equal unutilized talent، هي skills يعني مهارات، talent يعني مواهب. فبعض الكتب بتكتبها unused talent عادي، بعض الكتب التانية بتكتبها unused أو unutilized skills. يبقى هم دول الثمان هوادر بتوعي، هم دول الثمان هوادر بتوعي: الترانسبورتيشن، الانفنتوري، الموشن، الويتنج تايم، الاوفر برودكشن، الاوفر بروسيسنج، الديفكتس، الانيوزد سكيلز. دول لازم يكونوا في اي ايا كان بقى. في حاجات من دي اكيد هتلاقيها في مجال وظيفتك، مجال دراستك، مجال عملك. فبتعمل لها الشيك شيت، بتعمل لها الشيك شيت وبتشوف اذا كانت عندك ولا لا. طب افرض يا باشمهندس اسامه مش موجوده عندك، بتقوم كاتب في الشيك، في المربع بتاع الشيك شيت نيجلكت. نيجلكت يعني ايه؟ مهمله او مش موجوده. اجي قدام مثلا الاوفر بروسيسنج، مش موجود عندي اوفر بروسيسنج، اقوم كاتب ايه؟ نيجلكت، مش عندي او مهمله من عندي او انا بعملها. هفهم انا اللي هي مش موجوده عندك في المؤسسه او مش موجوده في نظام شغلك او دراستك او ايا كان. خلاص كده نحلل الثمانيه دول من خلال وظائف. طيب ادي الثمانيه تاني بشكل كاريكاتيري كده ظريف. بيشرح الثمان هوادر مع بعض. تمام؟ كل الناس معايا؟ طيب في حد مش فاهم حاجة؟ أنا لغاية دلوقتي حاضر، هشيل لكم الإكسل مع الماتيريال حالا بعد انتهاء المحاضرة إن شاء الله. هتلاقيني بعت لك شيت إكسل تاني بتاع الشيك شيت فور للثمان هوادر ومع الماتيريال. حاضر استاذ سامح، هشيل لكم التمبليت كده. كل الناس معايا؟ كل الناس فاهمه الكلام اللي انا بقوله؟ كلام سهل وبسيط ما فيهوش حاجه، بس مهم جدا جدا جدا. يعتبر الثمان هوادر دول يعني انت لو قدرت في مؤسستك او في مجال عملك تقلل دول، انت وفرت تكاليف يعني مش عايز اقول لك. يعني انا مش عايز اقول لك، انت لو اشتغلت بس من الثمانيه دول على اربعه خمسه، من اربعه خمسه، وحاولت تعمل لهم ريديوسنج في مكان عملك، يبقى انت يعني ما اقولكش انت وصلت مكان عملك دوت لمكانه ممتازه وعملت ربحية عالية، وهو ده اللي حققته شركة تويوتا اللي هي عملت ايه؟ تويوتا برودكشن سيستم، من خلال التقليل في الثمان هوادر المودة دول. اشتغلوا على الثمان هوادر بتوع المودة وقللوها
في مهارات استغلها، اوفر برودكشن اقلله، ترانسبورتيشن ملهاش لازمه ما اعملهاش، حركه موشن غير ضروري اعمله ليه؟ اقعد واحد ليه يتنقل من مكتب لمكتب 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 برغم ان هو ممكن يخلص الكلام ده بمكالمه تليفون، يضيع وقت على الفاضي. خدت بقى ويتنج تايم، بنتظر وقت لحاجه انا سواء كانت عمليه سواء كانت داتا انفورميشن. لو كل واحد فينا من اللي حاضرين معانا اشتغل وعمل تقليل للثمان نوادر دول او يكاد تقريبا بتصل الى نسبه الفاقد لصفر زي تويوتا برودكشن سيستم وصلت للثمان هوادر دول لزيرو. عشان كده شركه تويوتا في الفتره دي حققت نجاحات اكتر شركه على مستوى العالم من سنه 50 لسنه 80. تويوتا حققت مكاسب ربحيه يعني عاليه جدا عاليه جدا لدرجه اللي هي عملت نظام عندها، نظام خاص بيها ويدرس في اللين اسمه تويوتا برودكشن سيستم. وخلي بالكم تويوتا برودكشن سيستم شركه سوزوكي قلدت تويوتا، جت شركه سوزوكي بعد ما تويوتا نجح وعملت النجاحات الكبيره عن طريق تقليل الهوادر ووصول الهدر الى صفر، شركه سوزوكي بصت على شركه تويوتا وقلدتها وطبقت نفس النظام عندها، وبالتالي ابتدت شركه سوزوكي برضو تنجح وتطلع. واخدين بالكم؟ فهنبتدي ان شاء الله نطبق اول شغل في الكورس بتاعنا، اول شغلانه هتعملها في الكورس بتاعنا الشيك شيت بتاع الثمان هوادر، وتشوف انت فين عندك في شغلك، تبتدي بقى تطبق عملي. الموضوع مش شهادات بتتاخد، الموضوع مش شهادات بتتاخد، الموضوع تطبيق وفهم وفي مجال عملك. انت عايز توصل في مجال عملك وتفاهم الناس والمسؤولين اللي انت فاهم، اللي انت عايز تفيد المكان، اللي انت عايز تعمل حاجه. والله حد سمعك وساعدك كلامه، ما حدش سمعك وما ساعدكش، يبقى انت حققت الهدف برضه، حققت الهدف برضه. خدت بالك؟ فنبتدي نعمل اول حاجه عندنا الشيك شيت بتاع الثمان اوامر اللي قدام حضراتكم في الباوربوينت دول، ونبتدي نحلل ونشوف عندك الديفكتس قليله، تكتب وسط وتعرف المنظمه بتاعتك فين من الثمانيه، واللي مش موجود عنده في مكانه او دراسته جزء من الثمانيه ده مش موجود، يكتب لي ايه؟ نجلكت. هفهم انا اللي هي مش موجوده اصلا، اللي هي مش موجوده اصلا. طيب نبتدي بقى نخش على حاجه جديده مع بعض، وكل الناس بقى تركز معايا عشان اللي انا هقوله اللي جاي مهم، وهيبقى فيه برضو هوم وورك واكسرسايز ان شاء الله خلال الاسبوع ده في مجال عملنا. يبقى اول نقطه مطلوبه منك في خلال الاسبوع ده الشيك شيت بتاع الثمان هوادر، ماشي؟ النقطه الثانيه هقول لكم عليها بعد نص ساعه اللي مطلوبه منك في خلال الاسبوع ده ان شاء الله. طيب انتوا كده معايا؟ الصوت ماله استاذ سامح؟ الصوت مش واضح استاذ سامح؟ سامح السيد كاتب الصوت، الصوت واضح يا استاذ سامح ولا مش واضح الصوت؟ انت كاتب صوت كذا. طيب مفيش اي مشاكل والناس كلها فاهمه معايا الحمد لله، تمام؟ طب تمام، نبتدي نخش
الجزء اللي جاي. نبتدي بقى نركز مع بعض في ادوات اللين. اللين مانيفاكتشرنج تولز. اللين مانيفاكتشرنج تولز دي بقى اللي احنا هندرس فيها لغايه نهايه الكورس. عندي ادوات اخترعوها الباحثين، والادوات دي بتطبق وبتحقق اهدافها اللي هي ايه؟ الوصول للفقد لصفر من خلال الادوات اللي انا هقولها دي. من خلال الادوات اللي انا هقولها دي. طبعا الادوات دي مش هنبتدي فيها النهارده. الادوات دي هتبقى اول بدايه عندي اللي هو الفاليو ستريم مابنج، هنبتدي في الاسبوع الجاي. لان النهارده ان شاء الله هنشرح التايم تيرمز كلها. تمام؟ فبس هنقول الادوات وهنعرضها على سيادتكم دلوقتي. بعد التعرف على مفهوم التصنيع الرشيق وانواع الهدف، يجب التعرف على مجموعه من الادوات والتي يمكن من خلالها تطبيق مبادئ التصنيع الرشيق. طب ايه هي بقى الادوات دول؟ الادوات دي كتير، بس تعتبر اهم 7 ادوات في ادوات اللين اللي هم اللي انا هشرحهم في الكورس. هم دول اهم 7 ادوات اللي اي شركه عايز تطبق لين لازم تطبق ال7 ادوات دول. ده لازم تعمل ال7 ادوات دول وتاخد الاساليب دي تطبقها عندها عشان تطلع للهدف من الهدف في الاخر بنسبه الفاقد او تقليل الهوادر او الفاقد الى زيرو، وبالتالي زياده الايه؟ الربحيه وزياده الانتاج وزياده الجوده. وانت طالما قللت الايه؟ الهدر لصفر طلعت. فاكرين المعادله بتاعت التويوتا برودكشن سيستم؟ الهدر ينزل، الربحيه في الاخر تزيد، الكواليتي تزيد، الانتاج يزيد. فانت عشان تقلل الهوادر يبقى بتحقق باقي المعادله. الكواليتي عاليه، الانتاجيه عاليه، الربحيه بتزيد. الربحيه تزيد ازاي؟ عن طريق الايه؟ التولز. تطبيق التولز. هناخد بقى التولز مع بعض. اول حاجه عندنا بنسميها الفاليو ستريم مابنج، الفي اس ام، اللي هو مخطط تدفق القيم. مخطط تدفق القيم. النوع الثاني اللي هو كنبان نظام السحب، اللي هو البول سيستم كنبان. النوع الثالث اللي هو الانتاج في الوقت المناسب الجاست ان تايم. الصيانه الانتاجيه الشامله، ودي حكايتها حكايه. الصيانه الانتاجيه الشامله التوتال برودكت مينتننس اللي هي التي بي ام، دي قصه لوحديها. دي قصه لوحديها. بعد كده التحسين المستمر اللي هو الكونتينيوس امبروفمنت اللي هي كايزن. كايزن دي تولز هندرسها مع بعض. طيب بعد كده تنظيم موقع العمل اللي هو الفايف اس، ورك بليس اورجانيزنج، الفايف اس تنظيم العمل. ده ده رقم 6. رقم 7 مبدا بوكايوكي، وده هيبقى اخر اداه عندنا هندرسها في ادوات اللين. طيب يبقى نقول تاني ادوات اللين: الفاليو ستريم مابنج، البول سيستم كنبان، الجاست ان تايم، التوتال برودكتيف مينتننس، الكونتينيوس امبروفمنت كايزن، الفايف اس، البوكا يوكي. هم دول ال7 ادوات اللي احنا هندرسهم مع بعض. البرنسبلز اوف لين مانيفاكتشرنج، مبادئ التصنيع الرشيق. مبادئ التصنيع الرشيق معايا؟
صوت واضح؟ في مبادئ أساسية، والمحللين في اللين قالوا إن المبادئ ديت حوالي خمس، حوالي خمس هندرسهم مع بعض دلوقتي بالتفصيل عشان أحقق التولز لتطبيق المبادئ. السبعة تولز اللي أنا خدتهم اللي هم اللي أنا لسه قايلهم: الفاليو ستريم مابنج، البول سيستم كنبان، الجاست ان تايم، التوتال برودكتيف مينتننس، الفايف اس، كايزن، بوكايوكي. السبعه دول عشان يتطبقوا لازم احقق المبادئ بتاعه التصنيع الرشيد. طب المبادئ دول ايه؟ خمس مبادئ هندرسهم دلوقتي مع بعض. طيب عشان نحقق المبادئ، المبادئ بتركز على ايه؟ بتركز على دراسة العمليات. اهي تركز مبادئ التصنيع الرشيق على دراسة العمليات وتحدد الكلف الغير ضرورية، بتحدد الكلف الغير ضرورية والإجراءات الغير فعالة كما تسهم في تقليل الهدر، إذا كان الهدر أي شيء يضيف كلفة ولا يضيف قيمة للمنتج، وبتساعد على استمرار تدفق المواد عن طريق نظام الإنتاج في الوقت المناسب اللي هو جاست ان تايم. يبقى في بتركز المبادئ اللي احنا هندرسها الخمسة مع بعض دول على دراسة العمليات وتحديد الكلف الغير ضرورية والإجراءات اللي هي غير مفيدة أو غير فعالة اللي بتسهم بتقليل الهدر. ده باختصار. طيب وبتسهم في التركيز على الوقاية من الأخطاء، قلنا الكلام ده في المحاضرة اللي فاتت، بتسهم في التركيز على الوقاية من الأخطاء بدلا من الكشف والتصحيح اللاحق. يبقى أنا بعمل وقاية من الخطأ بدلا من إيه؟ إن أنا أكشف عيب وأصححه بعد ما أكشفه. وبتؤكد مبادئ التصنيع الرشيق على التحسين لمستوى النظام، وكيفية عمل التصنيع الرشيق تعتمد على الخمسة مبادئ. هنبتدي بقى ندرس مع بعض الخمسة مبادئ دول اللي أنا بتكلم عليه. الكام سطر دول شوية كلام نظري، أي حد يعني هيقراه يفهمه. الحاجات النظري اللي أنا بقول لكم عليها يعني إيه؟ أي حد هيقراه يفهمه. الحاجات اللي أنا بقول لكم ركزوا معايا فيها، تعرفوا اللي هي بيبقى فيها تطبيق عملي او فيها قانون او فيها اي حاجه، دي لازم كل الناس تركز فيها. الحاجه اللي انا بقولها بسرعه وكم سطر كده بيتقروا بسرعه من الباوربوينت، تعرفوا ان دي ايه؟ شويه كلام نظري اي حد هيقراه ويفهم. طيب المبادئ، ايه هي المبادئ الخمسه في التصنيع الرشيق؟ اول مبدا عندي اللي هو الفاليو، القيمه. أول مبدأ اللي هو الفاليو، قيمة. الناس كلها معايا؟ حضراتكم كلكم سامعين الصوت واضح، الصورة واضحة؟ عشان لو في أي حاجة اكتبوا لي على الشات، أنا مش هقدر إن أنا أفتح الميكروفونات، عددكم كبير. يعني أي حد في مشكلة في الصوت، في الشرح، في حاجة مش فاهمها، في أي حاجة، يكتب لي على الشات وأنا ببقى فاتح الشات على طول على الشاشة، يعني بفتح على طول الشات اشوف ايه في اي. تمام. يبقى اول مبدا عندي من مبادئ التصنيع الرشيق اللي هو الفاليو او القيمه. المبدا الثاني الفاليو ستريم، تدفق القيمه. المبدا الثالث الفاليو او التدفق. المبدأ الرابع اللي هو البول، سحب. المبدأ الأخير اللي هو البرفكشن، الكمال. يبقى هم دول الخمس مبادئ للتصنيع الرشيق.
هندرس كل واحدة في الخمسة دول وبتعني إيه؟ أول مبدأ الفاليو، ثاني مبدأ الفاليو ستريم، ثالث مبدأ الفلو تدفق، البول، السحب، البرفكشن، الكمال. القيمة اللي هي الفاليو. الفاليو نقطة البداية التي هي تحدد القيمة من وجهة نظر الزبون. خلي بالكو بقى معايا، خلي بالكو معايا، الزبون أو المستهلك أو العميل هو اللي بيحدد نقطة البداية في تحديد القيمة. يبقى القيمة اللي هي الفاليو، نقطة البداية هي تحديد القيمة من وجهة نظر مين؟ الزبون. وفي ضوئها تحدد الأفكار التسويقية. تمام؟ إذ يتم تعريف القيمة لدى الزبون ويتم تقديمها في السلعة أو الخدمة التي يحتاجها الزبون في مكان ووقت وسعر يرغب الزبون في دفعه. وهذا من شأنه أن يحقق نهج الكلفة المستهدفة من أعلى إلى أسفل، يعني بيقلل التكلفة من أعلى إلى أسفل التي استعملتها مين؟ شركة تويوتا وغيرها من المنظمات الأخرى لسنوات متعددة. يبقى هي دي القيمة. يبقى القيمة بتتحدد، خلاصة الكلام كم سطر دول، إن القيمة أنا بحددها مش من وجهة نظر أي حد، من وجهة نظر الزبون. يبقى بتحدد بدايه نقطه البدايه بتاعتك في الـ في الفاليو او القيمه اللي هي مبادئ التصنيع الرشيق، تحدد القيمه من وجهه نظر الزبون. وبرده ده شويه نظري هيتقروا اي حد ايه هيفهم. طيب تدفق القيمه الفاليو ستريم يشير تدفق القيمه الى تسلسل العمليات على طول التدفق من اول ايه؟ الروماتيريال اللي هي المواد الخام الى الزبون النهائي. يعني انا بعمل تدفق للعمليه او تسلسل للعمليه. طبعا اي عمليه في الدنيا بدايتها الماده الخام اللي هي الروماتيريال، ونهايتها توريد لمين؟ للزبون النهائي. إذ يحدد طيار القيمة جميع خطوات المعالجة والمهام التي يتم إجراءها لإكمال منتج أو تقديم خدمة من البداية للنهاية. عرفنا معنى تدفق القيمة اللي هو الفاليو ستريم. الفاليو ستريم تدفق القيمة من أول تسلسل العملية أو العمليات على طول التدفق، من أول بقى أول حاجة الروماتيريال في المخزن لغاية التسليم للزبون النهائي اللي هو الفاينل برودكت. ده تدفق القيمه. طيب الفلو اللي هو التدفق يمثل التدفق احد العوامل المهمه جدا في التخلص من الهدر. فاذا توقفت سلسله القيمه الى سبب من الاسباب سوف يحدث هدر. استتمثل الفكرة الأساسية في تكوين تدفق القيمة إن المنتج أو المادة الخام أو المكونات لن تتوقف أبداً عن التدفق في عملية الإنتاج. يبقى أنا التدفق بتاعي هو أحد العوامل المؤثرة في التخلص من الهدر أو الوصول إلى الفاقد إلى زيرو. سلسلة تدفق القيمة هيحصل فيها دروب وطوف لو حصل عندي إيه؟ هدر. أول لما يحصل هدر في السلسلة دي تلاقي فيه مشكلة. من أول طبعاً المنتج والمواد الخام والمكونات والكلام. طيب ده معنى التدفق. طب السحب، كل الناس بقى تركز معايا في موضوع السحب. ده شرحناه قبل كده وقلنا إن السحب اللي هو البول سيستم، فاكرينه؟ اللي اخترعه مين؟ أونو. اللي اخترعه أونو، اللي هو الاب الروحي لتويوتا برودكشن سيستم، اللي هو الاب الروحي لتويوتا برودكشن سيستم، هو اللي ربط موضوع السحب بالانتاج.
ليه؟ لان زي ما قلت لكم في المحاضره اللي فاتت كان الانتاج شغال بنظام الدفع. جه اونو لما خد الفكره من المعلم بتاعه اللي هو كيشيرو تيودا وقال ان انا هربط الانتاج بطلبات العميل، هربط الانتاج بطلبات العميل، مش هقعد انتج 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 وما بيعش، يعني ما اربطش الانتاج بالمبيعات، لا هربط الانتاج بطلب العميل. وهو اول واحد من عمل طلب العميل او طلبيه العميل. العميل ده طالب مليون عربيه تويوتا، هعمل مليون عربيه تويوتا، ما اعملش 20 مليون عربيه واركنهم. يبقى اربط الانتاج بطلب الزبون او العميل. هو ده باختصار معنى نظام البول او السحب. المبدا الرابع للتصنيع الرشيق هو السحب، ويعني انتاج ما يتم سحبه لدى الزبون فقط، لدى الزبون فقط، انتج للي يطلبه الزبون، وهو استجابه قصيره الامد لمعدل الطلب من الزبائن. معدل الطلب من الزبائن عايز كذا، انا بصنع كذا. ما اشتغلش بقى على نظام الدافع القديم اللي هو كان قبل ما يتعمل نظام تويوتا برودكشن سيستم، واعمل بالمليون عربيه وبيع منهم 100,000 والباقي مركون. لا، اربط الانتاج بنظام البول سيستم اللي هو نظام السحب، وهو استجابه قصيره الامد لمعدل الطلب من الزبائن وليس الانتاج. ويشير مبدا السحب على عدم القيام باي عمل حتى تصدر اوامر الزبون. يبقى انا اشوف اوامر الزبون الاوردر وركر بتاعي واشتغل عليه، واشوف الجيب اوردر نمبر واشتغل عليه اللي هو جاي من العميل. اللي جاي من العميل، العميل طلب طلبيه اصنعها عشان اضمن اللي هي تروح له. ما اشتغلش بنظام ايه؟ الدفع، من غير ما ابص على مين؟ العميل. فاهمين؟ الناس فاهمه المبادئ؟ الناس كده فاهمه؟ فاهمين معايا نظام السحب؟ اخر حاجه عندي في المبادئ اللي هو الكمان، البرفكشن. البرفكشن بمعنى كده يعني باختصار، البرفكشن ده يعني تحسين مستمر للمنتج. انا بوصل للمنتج بتاعي وبحسنه وبطبق عليه التولز وكايزن وبطبق عليه كل حاجه عشان يوصل في الاخر لدرجه الكمال، يعني الجوده العاليه، يعني المنافسه في السوق. لما المنتج بتاعي اللي انا او الخدمه اللي انا بأديها، عشان الناس ما تفتكرش كلامي غلط وتقول يا باشمهندس اسامه انت بتتكلم على الصناعه، لا انا بتكلم على الصناعه وبتكلم على الخدمات وبتكلم على التعليم. المنتج بتاعي يعني اي حاجه انا بقدمها للعميل، سواء خدمه او منتج، سواء كانت خدمه او منتج، كل ما هو ذو قيمه مضافه، فاليو ادد، كل ما هو ذو قيمه مضافه سواء كان صناعي خدمي تجاري ايا كان النشاط، ايا كان النشاط، لازم اوصل لدرجه من الكمال لتحسين مستمر لجميع بقى العمليات. وكذلك طب لو انا في مشكله عندي في التصميم لازم احلها جذريا، حتى لو هغير تصميم المنتج. شفتوا بقى وصلت لغايه ايه؟ يعني حتى لو المنتج بتاعي محتاج تصميم او اعاده تصميم بعملها.
عند الضرورة. فعند القيام بالتحسين المستمر يتم توفير المزيد من القيمة لدى المنظمة في سعيها لتحقيق الكمال عند الزبون. وبكده أنت بتبقى بتعمل رضا للزبون بتاعك لما توصل بالمنتج بتاعك لدرجة كمال. تمام؟ طيب في شوية كلام نظري اللي هي البينيفيتس اوف لين مانيفاكتشرنج اللي هي فوائد التصنيع الرشيد. كل اللي انا بقوله شويه كلام نظري 16 نقطه بس هنقولهم كده مع بعض على السريع اي حد هيقراهم هيفهم، عشان عايز اخش في اهم حاجه في محاضره النهارده اللي هي التايم تيرمز. فاكرين المحاضره اللي فاتت لما قلت لكم تخيلوا ان الوقت ليه 10 احكام او 10 شروط؟ هنعرف ال 10 شروط دي. هل الناس فكرت في السؤال اللي انا سالته المحاضره اللي فاتت ولا محدش فاكر؟ محدش فاكر اكيد. اللي انا قلت لكم تخيلوا ان الوقت دوت 10 انواع او ليه 10 شروط بنطبقها، فاكرين حد حضر معايا من المره اللي فاتت؟ ولا كل الناس جديده النهارده ولا ايه؟ في حد سمع يعني قدر يفكر في اجابه السؤال ده؟ في حد قدر يفكر في اجابه السؤال ده اللي هو اوقات الوقت، انواع الوقت او شروط الوقت العشر انواع؟ هنقولهم النهارده ان شاء الله بالتفصيل مع بعض. تمام. التاكت تايم ده نوع من العشره. السايكل تايم ده نوع من العشره. تمام يا استاذ محمد بدر، الله ينور عليك. الليد كمل. البروسيسنج ماشي كده. كل اللي اتقال ثلاث اربع انواع. الويتنج لا ثروبوت صح، لا الجاست ان تايم لا استاذ احمد منصور، مش الجاست ان تايم ما يعتبرش نوع من شروط الوقت، ده مبدا بالطبع. طيب كده كل الناس قالت خمس انواع، برافو عليكم. فاضل خمسه تانيين هندرسهم، يعني استاذ محمد بدر قال الثروبوت والليد، استاذ زايد الويتنج ما يعتبرش، يا استاذ ايهاب لا مش الليد تايم ماشي، البروسيسنج تايم لا برضه، السايكل ماشي، التاكت ماشي. يعني محمد بدر هو اكتر واحد يعني قال ثلاثه، وفعلا ثلاثه من العشره اللي هم التاكت تايم والسايكل تايم والليد تايم، دول فعلا ثلاثه من العشره، ودول اهم ثلاثه عندي. استاذ محمد بدر برافو عليك، يعني يعتبر جاوب على ثلاثه من، جاب ثلاثه من العشره. باقي الاجابات بقى يعني لا، باقي الاجابات لا. الثروبوت استاذ محمد بدر صح، يبقى كده اربعه من عشره استاذ محمد. لا 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 كل اللي اتقال لا، استاذ محمد بدر الوحيد اللي جاوب على اربعه من العشره، جاب اربعه من العشره. الله ينور يا استاذ محمد بدر، جاب اربعه من العشره. قال الليد تايم، سايكل تايم، الثروبوت تايم، والتاكت تايم. برافو يا استاذ محمد. هشرح لك انا بقى السته الثانيه. طيب نقول بسرعه بقى كده مع بعض البينيفيتس اوف لين مانيفاكتشر. ارتفاع رضا الزبائن بسبب انخفاض اوقات انتظار الزبائن. لا كريتيكال تايم دي مش انواع، لا مش مظبوط. هنقولهم مع بعض خلاص كده، هنقول مع بعض بس نركز بس كده مع بعض، وهنشرح بالتفصيل التايم تيرمز. ال 16 نقطه بقى اللي هنقولهم بسرعه كده مع بعضينا. ارتفاع رضا الزبائن بسبب انخفاض اوقات انتظار الزبائن، ماشي، ده اول نقطه من ايه المميزات. تقليل الهدر بسبب التركيز على الحد من الهدر، انخفاض خزين. اربعه انخفاض كلف بسبب انخفاض هدر وانخفاض الخزين. خمسة ارتفاع جودة المنتجات بدافع التركيز على الزبائن والحاجة إلى عمليات عالية الجودة. انخفاض وقت الدور وزيادة الإنتاجية بسبب القضاء على العمليات التي لا تضيف قيمة. برافو. ماشي؟ برافو يا أستاذ، أستاذ مين؟ أستاذ محمد بدر، يعني أكتر واحد جاوب بصراحة. يعني أستاذ محمد بدر شغال على الشات عمال يكتب،
الاستاذ محمد بدر ذكر اربع انواع من الوقت اللي هم 4 من 10 صراحه، يعني باقي الاجابات تعتبر مش اكشوالي. طيب 6 انخفاض وقت الدوره وزياده ايه الانتاجيه بسبب القضاء على العمليات التي لا تضيف قيمه. 7 تحسين اداء العمليات ويقاس ذلك عن طريق انخفاض الخطا ومن ثم انخفاض اعاده العمل. تحسين اداره المعرفه، زياده المرونه بسبب التغييرات السريعه، الحد من المستويات العموديه في الهيكل والوصول الى المعلومات اللازمه في الوقت المناسب وسرعه حل المشاكل واتخاذ القرار. كل دي ايه؟ يعني مميزات او فوائد التصنيع الرشيد. كلام نظر يعني. ارتفاع مستوى المسؤوليه والاستقلال للفرق العامه وتشجيع ممارسات الاداره الجيده. الاستعمال الامثل للموارد سواء في المساحه والقوى العامله والموارد والطاقه وغيرها. تعزيز العلامه التجاريه، العلامه التجاريه اللي بتخص المؤسسه او سمعه المنظمه. حمايه الموارد الطبيعيه. اخر حاجه ادخال ممارسات مبتكره لتحسين القدره التنافسيه الشامله للمنظمه. نبتدي مع بعض في انواع الوقت او شروط الوقت او احكام الوقت. التايم تيرمز المانيفاكشرنج اند سيرفيس. التايم تيرمز كل اهم حاجه في محاضره النهارده. هنقول الكلام ده وهنديله كيس ستادي وهديكوا هوم ورك تعملوه في البيت. وتجيبوه لي مع الشيك شيت بتاع التمن هوادر الاسبوع الجاي ان شاء الله. تبتدي بقى كل الناس تركز معايا وما تكتبش، ما حدش يكتب حاجه لما اقول. لان دي انا هقولها لكم عن طريق حكايه العشر انواع من الوقت ده عشان تسمعني وتشوفني. وبعد ما يعني وانت بقى بتذاكر يبقى اكتبه، تقول تعرفهم كده وتكتبهم عشان تحفظهم، وهم موجودين كلهم في الباوربوينت. يعني انا مش هقول الا حاجه صغيره بس في السروب والطيب، تعريف بانجليزي كده بس هتقوله وخلاص، غير كده ما حدش يكتب اي حاجه الا لما اقول لكم ايه اكتب. الناس كلها مركزه معايا؟ الناس كلها اونلاين؟ كل الناس اونلاين؟ الناس كلها مركزه معايا؟ اللي معايا يقول لي واضح او تمام او اي حاجه. اه الصوت واضح. اهم نقطه النهارده في المحاضره التايم تيرمز. كل الناس فاهمه اللي انا قلته؟ كل الناس فاهمه اللي انا قلته في الاول؟ كل اللي انا قلته في الاول جزء نظري، اهم حاجه فيه الثمان هوادر بتوع الموده اللي انتوا حضراتكم هتطبقوه بس، والمبادئ بتاعه التصنيع الرشيق اللي هم الخمسه، غير كده كل حاجه نظري خدت بالكم. والسبع نقط تولز اللي احنا هندرسهم دول بدايه من الاسبوع الجاي. يعني انا النهارده هقول العشر انواع بتوع التايم تيرمز. طيب يعني ايه توب مانجمنت؟ مش فاهم ايه استاذ صهيب كاتب توب مانجمنت يعني ايه؟ ايه توب مانجمنت؟ مصنوع ايه توب مانجمنت؟ تقصد ايه يعني؟ ماشي، التوب مانجمنت اللي هم المديرين او الاداره العليا يعني. يعني مالهم تقصد بيها ايه؟ مهمين في ايه يعني؟ او انت عايز تعرف ايه؟ لا لا لا، مالهمش اي علاقه التوب مانجمنت في الكلام. التايم تيرمز ملهاش علاقة خالص بالتوب مانجمنت خالص. طيب نركز بقى مع بعض. أول نوع عندي في التايم تيرمز الأوبن تايم. الأوبن تايم أرجوكوا كل الناس تركز معايا، أرجوكوا كل الناس تركز معايا. الاوبن تايم هو عدد ساعات العمل الرسمية بما في ذلك وقت الراحة ووقت الصيانة المخططة. يبقى الاوبن تايم هو عدد الساعات الرسمية
اللي هم ايه؟ 8 ساعات اللي احنا شغالينهم بير شيفت، بما في ذلك وقت الراحه البريك ووقت الصيانه المخططه ووقت الصيانه المخططه. يبقى هو ده الاوبن تايم، هو عدد ساعات العمل الرسميه بما في ذلك وقت الراحه ووقت الصيانه المخططه، بنسميه الاوبن تايم. طيب النوع الثاني الافيلابل تايم، الافيلابل تايم. صوتي واضح؟ الصوت واضح يا شباب؟ الصوت والصوره واضحين؟ الافيلابل تايم هو عدد ساعات العمل الرسمية باستثناء وقت الراحة ووقت الصيانة المخطط. مش انا قلت الاوبن تايم كل عدد ساعات العمل بما في ذلك وقت الراحة والصيانة المخططة؟ الافيلابل تايم عكسها، قال لك هي عدد ساعات العمل الرسمية بس بايه؟ بشيل منها وقت الراحة ووقت الصيانة المخطط. هو عدد ساعات العمل الرسمية باستثناء وقت الراحة ووقت الصيانة المخطط. ده النوع الثاني من التايم تيرمز، الافيلابل تايم. النوع الثالث الاب تايم. كل الناس بقى تركز معايا في الاب تايم عشان في معادله. الاب تايم هو الوقت النشط الذي تكون من خلاله العملية جاهزة للأداء. هو الوقت النشط الذي تكون من خلاله العملية جاهزة للأداء ووظيفتها المقصودة عكس وقت التوقف. يعني أنا بطرح منها حاجة اسمها وقت التوقف، وقت التوقف يعني ايه؟ الداون تايم. يعني المعادله هقولها، الاب تايم ايكوال الافيلابل تايم ناقص الداون تايم. ايه معادله ايه؟ الافيلابل تايم ناقص الداون تايم يبقى هو الوقت النشط الذي تكون من خلاله العمليه جاهزه للاداء وظيفتها المقصوده عكس وقت التوقف. يعني لما اجي اقول ان الاب تايم بطرح الافيلابل تايم اللي هي النقطه الثانيه ناقص الداون تايم. طب الافيلابل تايم اللي هو ايه؟ عدد ساعات العمل الرسميه ناقص وقت الراحه ووقت الصيانه المخطط ناقص وقت التوقف او العطل. الداون تايم هنشرحه في النقطه الرابعه. الداون تايم ده هشرحه في النقطه الرابعه. كل الناس معايا؟ فهمنا الاوبن تايم، الافيلابل تايم، الاب تايم، النوع الرابع الداون تايم. الداون تايم عشان احطه فوق في المعادله واجيب الاب تايم، هنقول الداون تايم الفتره الزمنيه التي تعمل فيها العمليه بسبب
حدث غير مخطط، عطل فجأة حصل، مش متخطط ليه بقى، مش مخطط، عطل حصل مرة واحدة في المكان، عامل مجاش، مد روماتيريال باظت، كل ده يعتبر ايه؟ داون تايم، وقت توقف. الفترة الزمنية التي لا تعمل فيها العملية، العملية واقفة. طب بسبب حدث غير مخطط له ويشفى وقت تعطل الماكينة، صيانة غير مخططة، انتظار مواد، انتظار مشغل. شوف كل الحاجات اللي انا قلت عليها دي تعتبر ايه؟ داون تايم. بينما لا يتم وقت الاعداد اللي هو السيت اب تايم اللي هو وقت تثبيت المكنه، ما يعتبرش داون تايم. ووقت التغيير اللي هو الشينج اوفر تايم، دول عيب برضو من الوقت، خدت بالكم؟ على انهما وقت تعطل على الرغم من انهما لا يمثلان قيمه مضافه. اقول تاني من الباور بوينت عشان الناس تبص معايا، الداون تايم الفتره الزمنيه التي لا تعمل فيها العمليه بسبب حدث غير مخطط له ويشمل وقت تعطل الماكينه والصيانه الغير مخططه وانتظار المواد وانتظار المشغل، بينما لا يتم اعتبار وقت الاعداد اللي هو السيت اب تايم ووقت التغيير اللي هو الشينج اوفر تايم على انهما وقت عطل، على الرغم من ان وقت الاعداد ووقت التغيير ما بيمثلوش قيمه مضافه للمنتج، يعني ما بيمثلوش عندي قيمه مضافه، بس انا ما بعتبرهمش داون تايم. يعني انا ما بعتبرش ان وقت اعداد المكنه او العمليه او وقت التغيير اللي هو الشينج اوفر تايم ما بعتبروش ايه؟ داون تايم. اللي انا بعتبره داون تايم اللي هو وقت تعطل الماكينه والصيانه الغير مخطط وانتظار المواد وانتظار المشغل وانتظار المشغل، اي بمعنى ادق اي حدث غير مخطط ليه، اي حدث غير مخطط ليه بعتبره داون تايم. الناس فاهمه اللي انا بقوله؟ الناس فاهمة؟ أنا بقول بشتى الطرق وشتى الأشكال عشان المعلومة توصل لكم. خلي بالكم الكلام ده مكتوب في كتب، يعني ما يعني أنا عشان ما فهمته قريت كتاب واثنين وثلاثة عشان أقدر ألخص وترجم وفاهمكم الكلام ده. تايم تيرمز مكتوبة في الـ IQF والـ ASQ، يعني مثلا في 50-60 صفحة. ماشي؟ طيب يبقى احنا كده درسنا أربع أنواع من التايم تيرمز، الأوبن تايم، الأفيلابل تايم، الأب تايم، الداون تايم. طبعا في حاجتين هندرسهم دلوقتي اللي هم كانوا في الداون تايم، يبقى كده المعادله عندي فوق بتاعه الاب تايم اتحققت، الافيلابل تايم هعرف هجيبها منين، والداون تايم عرفنا بنجيبه منين. فاضل حاجتين هندرسهم دلوقتي يعتبر الخامس والسادس، اللي هو وقت الاعداد السيت اب تايم ووقت التغيير اللي هو الشينج اوفر تايم. يبقى رقم خمسة ايه؟ السيت اب تايم. كل الناس تركز معايا، رقم خمسة السيت اب تايم. يبقى انا عشان كده حققت ايه؟ حققت ايه؟ الداون تايم. عرفت الداون تايم وقت العطل غير مخطط مع الحاجتين اللي هما السيت اب تايم والشينج اوفر تايم اللي هما هندرسهم خمسه وسته دلوقتي. بس خمسه وسته دول ما بيحققوش قيمه مضافه. بس انا ما بعتبرش السيت اب تايم
والشينج اوفر تايم داون تايم، ما بعتبروش وقت عرض. طيب نقول الداون السيت اب تايم، السيت اب تايم هو الوقت اللازم لاعداد العمليه لتكون جاهزه للعمل، لتكون جاهزه للعمل او قبول وظيفه ما. عاده ما يكون وقت الاعداد مطلوب مره واحده في اليوم، مره واحده في اليوم. طب الامثله ايه؟ بدايه تشغيل الافراد والمبردات وضواغط الهواء. يقول الكلام ده اهو السيت اب تايم، الوقت اللازم لاعداد العمليه لتكون جاهزه للعمل او قبول وظيفه ما، عاده ما يكون وقت الاعداد مطلوب مره واحده يوميا، مثل بدايه تشغيل الافراد والمبردات وضواغط الهواء. هو ده ايه؟ السيت اب تايم. طيب نخش على ستة اللي هو الشينج اوفر تايم. الشينج اوفر تايم الوقت اللازم لاعداد عملية. كل الناس بقى تركز معايا في الشينج اوفر تايم عشان ايه؟ اقدر اوصل لكم يعني ايه شينج اوفر تايم. انا عندي عملية بنتجها ولتكن قطعة بدفعة. اخر يعني دفعة، الدفعة ديت مثلا ب 100 حتة. اجي عند رقم 100 اللي هي اخر قطعة في الدفعة دي. واجي اتنقل على الدفعة اللي بعديها. الدفعة الجديدة وليكن 200 او 100 دفعة تاني بعديها. بنقول ان انتاج اخر قطعة جيدة من الدفعة الأخيرة إلى إنتاج أول قطعة من الدفعة الجديدة. ده يعتبر شينج أوفر تايم، يعني أنا بغير وقت التغيير، وفي وقت تغيير من دفعة لدفعة. لآخر منتج عندي في الدفعة الأولى، لأول منتج عندي في الدفعة الثانية. هو ده الشينج أوفر تايم. هو ده إيه؟ الشينج أوفر تايم. هو انتاج اخر قطعة جيدة من الدفعة الاخيرة الى انتاج اول قطعة جيدة، او لازم تكون جيدة، ما ينفعش تكون قطعة معيبة، ما ينفعش تكون قطعة معيبة. يبقى هي اول اخر قطعة جيدة في الدفعة الاخيرة لاول قطعة جيدة في الدفعة الجديدة. الوقت ده ما بين الدفعة اخر دفعة، ما بين اخر منتج في الدفعة الاولى لاول منتج في الدفعة الجديدة، هو ده الشينج اوفر تايم. طب امثلة حية زي القوالب، تبادل امثلة تبادل القوالب الدايز، لما باجي بعمل دايز، وتنظيف الصناديق لما اجي انظف صندوق، اشيل صندوق واحط صندوق، واعادة تشكيل الالات. يبقى هو ده يعتبر الشينج اوفر تايم، هو الوقت اللازم لإعداد عملية للانتقال من إنتاج آخر قطعة في الدفعة الأخيرة إلى إنتاج أول قطعة في الدفعة الجديدة. والأمثلة على كده إيه؟ تبادل القوالب أو تنظيف الصناديق أو إعادة تشكيل الآلات. كل الناس فاهمة معايا؟ طيب الحمد لله. شكرا شكرا كتر خير كتر خير، شكرا ليك، الف شكر ليك، الف شكر ليك. يبقى احنا كده درسنا مع بعض ايه؟ ست انواع: الاوبن تايم، الافيلابل تايم، الاب تايم، الداون تايم، السيت اب تايم، الشينج اوفر تايم. فاضل اربع انواع عندي من شروط واحكام الوقت. نركز بقى معايا في رقم 7. ده شكل بسيط بيفهمك كل انواع الوقت عندي ايه في المخطط اللي انا رسمه ده.
شايفين المخطط ده مهم جدا، هيفهمك كل حاجه. الاوبن تايم العمليه كلها تشمل بقى ايه، البريك تايم والست اب تايم والشنج اوفر تايم والداون تايم والبلان مينتننس مينتننس تايم اللي هو وقت الصيانه المخطط، البلان مينتننس تايم والافيلابل تايم اللي هو ايه، الست اب تايم والشنج اوفر تايم والداون تايم. كل الستة اللي احنا درسناهم بيشمل بالشكل ده. لخصت لك الاوبن تايم والاب تايم والداون تايم والست اب تايم والشنج اوفر تايم بالشكل الجميل السهل اللي انت شايفه معايا. تمام، كل الناس فاهمه معايا؟ كل الناس فاهمه يا شباب؟ الست انا الست شروط من الوقت اللي احنا خدناهم؟ طيب. هنبتدي نخش على رقم 7 الثروبوت تايم. الثروبوت تايم كل الناس بقى هتكتب معايا الجملة دي، عايز كل الناس تكتب معايا في الثروبوت تايم الجملة دي بالانجلش. الثروبوت تايم ذا سميشن اوف سايكل تايم اوف اول بروسيس. البريك تايم اللي هو وقت الراحة، وقت الأكل يعني، وقت الأكل، وقت الصلاة، وقت الحاجات دي اللي هو البريك تايم. وعامة البريك تايم بيبقى في الثمان ساعات نص ساعة. اللي بيسأل أستاذ محمود كمال أو محمد كمال، البريك تايم، البريك تايم هندسة اللي هو وقت الراحة، وقت الأكل والصلاة، أو بتاخد نص ساعة في الثمان ساعات ليك راحة في خلال اليوم، وقت الغداء، وقت الصلاة، وقت كده. اللي بيسأل على البريك تايم وهندرسه بعد شوية في التاكت تايم، البريك تايم هندرسه بعد شوية في التاكت. طيب نكتب بقى مع بعض الثرو بوت تايم ذا سميشن، يعني مجموع، المجموع يعني سميشن اوف سايكل تايم اوف اول بروسيس. اوف اول بروسيس هو مجموع وقت الضرب لكل العمليات دي، مكتوبه في الباور بوينت. وانا عايزك بس تكتب لي التعريف بالانجلش. خلاص؟ ثروبوت تايم مجموع وقت الدوره لكل العمليات اللي انا قلت لك عليه، ذا سميشن اوف سايكل تايم اوف اول بروسيس، وهو مجموع العوامل الاربعه التاليه. ايه هي العوامل الاربعه التاليه؟ هندرسهم مع بعض. البروسيس البروسيسنج تايم. يبقى الثروبوت تايم بينقسم الى اربع عوامل. الثروبوت تايم بينقسم الى اربعه عوامل اللي هو البروسيسنج تايم، الوقت الذي يقضيه المنتج في العمليات الاليه على المكنه، البروسيسنج تايم الوقت اللي المنتج بتاعه على المكنه شغال، هو ده البروسيسنج تايم. طيب النوع الثاني الانسبكشن تايم، الوقت اللي بيقضيه فريق الانتاج بفحص المنتج للتاكد من الجوده والدقه، هو ده الانسبكشن تايم. طيب الموف تايم، الوقت الذي يقضيه المنتج بالتنقل من مناطق مختلفه في المنشاه، يعني انا بتنقل بالمنتج من مكان لمكان، من المخزن للورشه، للورشه مش عارف للمخزن، هو ده بنسميه الموف تايم. اخر حاجه عندي اللي هو الكيو تايم، الوقت الذي تقضيه الشركات في انتظار اجراءات المعالجه والتفتيش والنقل لبدء الاجراء. هم دول الاربع انواع من الوقت اللي هم
بتوع الثروب الطيب. وفي شكل كده تبص عليه هيفهمك يعني ايه الثروب الطيب، اللي هو اللي انا قلت لك عليه، اللي هو the summation of cycle type of all process of all process، اللي هو الثروب الطيب سايكل تايم واحد للعمليه الاولى زائد سايكل تايم للعمليه الثانيه زائد سايكل تايم للعمليه الثالثه زائد سايكل تايم ان، ايا كان بقى مجموع السايكل تايم اللي عندك، بتجمع كل السايكل تايم اللي عندك للعمليات كلها، هو ده التعريف بتاع الثروب التايم، مجموع وقت الدوره لكل العمليات. ده بالعربي، بالانجلش the summation of cycle time of all process summation of cycle time of all process. والمعادله بتاعته اللي تحت دي اللي انا مشاور عليها اللي هي CT1 plus CT2 ما لا نهايه بقى ان كانت العمليه plus CTN الى ما لا نهايه. ماشي كده، كل الناس فاهمه؟ ايوه، ذا سميشن اوف سايكل تايم اوف اول بروسس. استاذ احمد صلاح كتب التعريف اهو بالانجلش، يبقى انا كده كاتبه لك في الباوربوينت بالعربي ومليته لك بالانجلش عشان ما تتوهش، عشان في بعض الناس ما تعرفش يعني ايه ثروب تايم. ثروب تايم مجموع السايكل تايم للعمليه، مجموع وقت الدوره لكل العمليات. شكرا، كتر خيرك، الله يخليك يا هندسه، الله يخليك، تشكر لذوقك، شكرا لذوقك، شكرا لذوقك، شرح فوق الممتاز، الله يخليك، شكرا هندسه، الله يخليك، شكرا شكرا. خلاص تمام. طيب يبقى كده خدنا رقم 7 الثرو بوت تايم. طيب رقم 8 الهوم ورك بقى بتاعنا اللي هنعمله خلال الاسبوع ده 8 و9 و10. كل الناس بقى تركز معايا عشان تقدر تعمل الهوم ورك في خلال عملها. 8 و9 و10 هو الهوم ورك بتاعك مع الشيك شيت، ويتقدم في خلال الاسبوع. احنا قلنا في 20 درجه على الهوم وورك و30 درجه على الفاينل بروجكت و50 درجه على الحضور. انا قسمت ال100 درجه كده، ال20 هو كده 20 درجه على الهوم وورك الاسبوعي و30 درجه على الفاينل بروجكت و 50 درجه على الحضور. هم دول عشان يأهلوك لتاخد الشهاده من الشركه عندهم. تمام؟ بس اهم حاجه، اهم من كل ده، تكون فهمت عشان تقدر تطبق في مجال عملك. ان شاء الله المحاضره هتبقى متسجله على اليوتيوب وهتنزل في خلال يومين ان شاء الله. ومفيش درجات رأفة طبعا مفيش درجات رأفة، اهم حاجة الهدف مش الشهادة ولا اهم حاجة تكون تفهم وتعرف تطبق وتعرف تشتغل. يعني لما تشتغل تاخد الحاجات دي، المعلومات دي، وتطبقها في مكانك، ايا كان مكانك ده بقى، مكان مصنع، مكان تجاري، مكان صناعي، ايا كان النشاط، مكان اكاديمي، مكان تعليمي، وتطبق وتدرس وتعمل، هو ده الهدف المرجو من الموضوع. نمطوا ان شاء الله باذن الله كلكم يعني ناجحين وكلكم هتاخدوا الشهاده ان شاء الله. لا، يو تايم غير الانسبكشن تايم. اقرا التعريف بالعربي وحضرتك هتعرف الفرق ما بينهم. طيب الموف تايم، الانسبكشن تايم، الوقت اللي بايه اللي بيجيبه فريق الانتاج عشان بيجيب الانسبكشن ويشوف الجوده والدقه، انما كيو تايم
اللي هو انتظار اجراء المعالجات والتفتيش. مش التفتيش من خلال مين؟ لا، ده التفتيش من خلال الشركه، بتيجي تغير مكنه، بتيجي مش عارف تغير نظام، بتيجي تغير مش عارف ايه، وبتعمل اجراءات جديده، بتغير اجراء قديم باجراء جديد، هو ده بنسميه الكيو. طيب كده كل الناس فاهمه معايا الكلام. طيب هنبتدي بقى في اهم، شوفوا بقى السبعه دول كوم، والثلاثه اللي انا هقولهم كوم تاني. وقت انتظار العمليات اللي هو الكيو ده، صح. السبعه دول كوم، واللي انا هقولهم الثلاثه الجايين دول كوم تاني، وهم دول اللي بيطلبوا دايما في الفاينل بروجكت، وهم دول اللي بيطلبوا في اي شركه، وهم دول اللي بيطلبوا منك في اي شركه. محدش بيجي يقول لك هات لي السروب والطايب، او هات لي الموف طايب، او هات لي مش عارف ايه، او هات لي. كل الناس بتتكلم بثلاث تعريف، الليد تايم والسايكل تايم والتاكت تايم. الثلاثه دول مؤثرين جدا عندنا، وانا عشان كده ركزت عليهم واديتك فيهم كيس ستادي، وشرحنا بالامثله وشرحنا بالارقام، وهندي الهوم ورك بتاعنا الاسبوع ان شاء الله على الثلاثه دول، اللي هو الليد تايم والسايكل تايم والتاكت تايم. مهمين جدا. هنقول السايكل تايم رقم 8، كل الناس بقى ايه تركز معايا، كل الناس بقى تركز معايا في السايكل تايم. السايكل تايم، السايكل تايم بيرمز له دايما بالرمز سي تي. طيب السايكل تايم هو الوقت اللازم، هو الوقت اللازم لبعض العمليات للمساهمه في انتاج قطعه واحده من منتج، او لتعريف تاني، الوقت الذي يستغرقه للقيام بتكرار واحد، تكرار واحد يعني منتج واحد او قطعه واحده يتم قياسها من البدايه للبدايه، مش للبدايه للنهايه، لا، من البدايه للبدايه، نقطة البداية لمعالجة منتج واحد في آلة أو عملية محددة، حتى بدء معالجة المنتج تاني من البداية في نفس العملية أو المكنة. هنقول أهو الكلام اللي أنا بقوله، الوقت الذي يستغرقه القيام بتكرار واحد لأي مهمة معينة، أيا كانت المهمة بقى، منتج، خدمة، أيا كان، يتم قياسها عادة من البدايه للبدايه، ستارت تو ستارت، مش من البدايه للنهايه، من البدايه لبدايه نقطه تانية او منتج تاني مشابه على نفس الاله او نفس العمليه. اهي نقطه البدايه لمعالجه منتج واحد في الاله او عمليه محدده، حتى بدء معالجه منتج مشابه، نفس المنتج في نفس الآلة أو العملية. طب بيساوي المعادلة بتاعته إيه؟ المعادلة بتاعته إيه؟ صافي وقت الإنتاج على عدد الوحدات المنتجة. السايكل تايم، النيت برودكشن تايم على النمبر units produced، number of units produced اللي هو صافي وقت الانتاج على عدد الوحدات المنتجة، ده ايه؟ السايكل. طيب هي قطعة واحدة، قطعة واحدة السايكل تايم بتاعها كذا، وبيخش على قطعه بعديها من نفس المنتج، بحيث في الاخر يبقى هو ده السايكل تايم لعدد المنتجات بتاعتك اللي بينتجها في خلال الشيب. هقول لك من خلال يا استاذ حازم، انا هدي مثال وهقول لك انا قصدي. هو نوع واحد، صح. سامح السيد، صح. صح. هو نوع واحد من نفس المنتج. انا قصدي منتج
وانا كاتب هنا ايه؟ شايفين كلمه منتج واحد؟ المنتج بقى ده ممكن يكون 100 قطعه. اهو نقطه البدايه المعالجه منتج واحد بآله او عمليه، حتى بدء منتج مشابه. المنتج بقى ده عدد من المنتجات، يعني عدد من الوحدات. هنشوفه دلوقتي مع بعض. فهمت كده؟ فهمت كده؟ وهيبان في المثال اللي جاي. بالظبط، هيبان في المثال اللي جاي. هيبان في المثال اللي جاي. على سبيل المثال اسكان بإمكان المصنع إنتاج 1200 جزء من شيء ما، أيا كان بقى الشيء اللي أنا بعمله ده، في 120 دقيقة. طب السايكل تايم بيساوي ايه؟ البي تي على البي يو. ايه هو البي تي؟ ايه السي تي اللي هو السايكل تايم؟ البي تي اللي هو النت برودكشن تايم، والبي يو اللي هو اليونت بروديوس ديورنج نت برودكشن تايم. يبقى السي تي اللي هو السايكل تايم 1200 على 120 دقيقة، 1200 جزء على 120 دقيقة. يبقى السايكل تايم بتاعي ايه؟ 10 اجزاء بير مينتس، 10 اجزاء بير مينتس. اللي ما كانش فاهم التعريف اكيد فهمه بالمثال، صح؟ حد مش فاهم؟ اللي ما كانش فاهم التعريف بالعربي انت تحط المعادله، المثال اللي انا كاتبه ده هيفهم الناس كلها، واضح وسهل. عندي مصنع بينتج 1200 جزء كل 120 دقيقة. حلو الكلام؟ حسبت السايكل تايم بتاعه. حد مش فاهم؟ كل الناس فاهمة السايكل تايم؟ خلاص؟ كل الناس فاهمة السايكل تايم؟ طيب. يبقى السايكل تايم بيساوي إيه؟ السايكل تايم النت برودكشن تايم على اليونت بروديوس ديورنج نت برودكشن تايم. نخش على الليد تايم. الليد تايم اختصار ال تي. الليد تايم ليه تعريفين وشرحتهم في المحاضره اللي فاتت لو تفتكروا، لما شرحنا الهاوس اوف كواليتي بتاع التوتال برودكشن سيستم، وكان في عندي شورتست ليد تايم، وقلت لكم ان الليد تايم هو الوقت الاجمالي بين الطلب والتسليم، بما في ذلك وقت الانتاجيه، وقت الفحص، وقت النقل، ووقت الانتظار. فاكرين؟ فاكرين؟ فاكرين ولا لا؟ مش فاهمين اللي فات؟ ايه؟ ليه؟ عندي النت برودكشن تايم 1200 ما فيهاش حاجه، وعندي اليونتس بروديوسد 120، قسمت ال 120 قسمت ال 1200 على ال 120 طلعت 10 اجزاء لكل دقيقه. ايه الصعوبه في دي؟ ها؟ النت برودكشن تايم هو ال 1200، مش هو المعادلة بي تي على بي يو؟ بي تي على بي يو، البي تي اللي هي ال 1200، والبي يو اللي هم ال 120. قسمت 1200 على 120 طلعت 10. فيها ايه؟ انا مش عارف. ها؟ اللي أنا بقوله صح ولا غلط؟
النت برودكشن تايم اللي هم ال 1200، واليونتس بريديوسد بير مينت اللي هم ال 120. انتوا مش فاهمين ايه دي. دي سهله. بتقسم النت برودكشن اللي هم ال 1200 جزء على النت برودكشن اللي هم اليونتس بريديوسد ديورنج نت برودكشن تايم ال 120 بارتس بير دير. تمام؟ اكمل ولا ايه؟ طيب السي تي بتساوي البي تي على البي يو، مش البي يو على البي تي. ماشي كده تمام؟ كل الناس فاهمه؟ عايز بقى اخش على الجديد. ماشي كل الناس كده فاهمه؟ كل الناس معايا؟ اتنقل على النقطه الثانيه ولا اقول دي ثاني؟ طيب تمام كله تمام ماشي. دي معادلة يعني سهلة. أيوة تمام. طيب ننقل بقى نفسنا بقى على الجزء الثاني. يلا الليد تايم، فاكرين المحاضرة اللي فاتت لما قلت الليد تايم؟ الوقت الإجمالي بين الطلب والتسليم بما في ذلك وقت الإنتاجية ووقت الفحص ووقت النقل ووقت الانتظار، هو ده تعريف الليد تايم. ليه تعريف ثاني؟ هو الوقت الذي يستغرق المنتج في التدفق على طول على عن طريق تيار القيمه او العمليه من البدايه للنهايه. طيب الليد تايم هو الاوردر ديليفريد ماينس الاوردر ريسيفد. كل الناس بقى تركز معايا وتنسى اللي. كل الناس تركز معايا بعد اذنك. كل الناس تركز معايا. كل الناس بقى تركز معايا بعد اذنكم. الليد تايم ايكوال اوردر ديليفريد ماينس اوردر ريسيف. نشوف الشكل ده. عندي الليد تايم بدايه من الكاستمر اوردر اللي هو الاوردر ديليفري ماينس الكاستمر اوردر اللي هو الاوردر ريسيف. اطرح ده من ده يديني الليد تايم. يعني انا شايفين اطرح الاوردر ديليفري من الكاستمر اوردر اللي هو الاوردر ريسيف، كل اللي ما بينهم ده يعتبر كل الانواع بقى اللي احنا درسناها. يعني من البدايه للنهايه ده الليد تايم. كل اللي ما بينهم ده العمليات بقى والويتنج ماتيريال والانسبكشن والشنج اوفر تايم والسيت اب تايم والكيو تايم ايا كان. وطرح ده من ده يديني الليد تايم. طب عايزين يا هندسه مثال. حاضر. ايوه الاوردر ديليفري تايم ناقص الاوردر ريسيفد تايم. مظبوط مظبوط استاذ زياد. ده الليد تايم، الاوردر ديليفريد تايم ناقص الاوردر ريسيف. ادي مثال. لنفترض ان احد العملاء قد قدم طلبا في الثاني من سبتمبر عام 2021 ثم استلم الطلب في 22 سبتمبر 2021. يبقى انا عندي الليد تايم بتاعي بكام؟ تقدر الناس تجاوب السؤال ده؟ انا عايز اجابه السؤال ده لو. كل الناس تجاوب على الشات. يلا اشوفكم فهمت ولا لا المعادله اللي فاتت. يلا الليد تايم بتاعي كام للسؤال ده؟ الله ينور الله ينور استاذ زياد استاذ خالد استاذ حازم. الله ينور الله ينور كده الناس فهمت اهي. اشمعنى المثال ده فهمتوه المثال الاولاني فهمتوه؟ تمام تمام كله جاوب اهو. طب الحمد لله 20 يوم كله جاوب ال 20 يوم. طيب اهو ادي الليد تايم بيساوي الاوردر ديليفريد ناقص الاوردر ريسيف. ال ال تي اللي هي الليد تايم، الاو دي اللي هو الاوردر ديليفريد ديت، والاو ار اللي هو الاوردر ريسيفد ديت،
والليد تايم طرح التاريخ ده من التاريخ ده وطلع 20. كل الناس فاهمه معايا؟ كل الناس فاهمه معايا؟ قبل ما اخش على التاكت تايم بقى عشان نختم حلقتنا النهارده. طيب تمام الحمد لله. التاكت تايم، التاكت تايم يعرف باسم معدل طلب العميل او سرعه طلب العميل. كم مره تحتاج الوحدات المكتمله للخروج على النحو المحدد حسب طلب العميل؟ يعرف باسم معدل طلب العميل او سرعه طلب العميل. كم مره تحتاج الوحدات المكتمله للخروج على النحو المحدد حسب طلب العميل؟ طيب التيك تايم ايكوال الافيلابل تايم بير كاستمر ديماند، بير كاستمر ديماند طلب العميل. يبقى التاكت تايم الافيلابل تايم بير كاستمر ديماند طلب العميل، وادي المعادله بتاعته اهي. التاكت تايم كالكوليشن البرودكشن تايم افيلابل على الريكورد الريكوايرد يونتس اوف برودكشن اللي هو الكاستمر ديماند ايكوال تاكت تايم. يبقى بقول ان التاكت تايم اللي هو البرودكشن تايم افيلابل على الريكوايرد يونتس اوف برودكشن اللي هو بين قوسين الكاستمر ديماند. تمام؟ طيب كيس ستادي، هندي كيس ستادي. على سبيل المثال اذا كان بانتاج المصنع انتاج 1174 جزء من شيء ما ايا كان الشيء ده بقى اللي هيتصنع حسب الطلبيه المطلوبه من العميل خلال الورديه الصباحيه. طيب طبعا في معلومات لازم تتقال ان الورديه 8 ساعات والبريك بتاعها، فاكرين ان قلنا البريك تايم اللي هو وقت الراحه يبقى نص ساعه من الثمان ساعات اللي هو وقت الغداء وقت البريك، هيبقى التاكت تايم بيساوي الافيلابل تايم على الكاستمر ريكوايرمنتس. طب التاكت تايم انا شغال ورديه يعني 8 ساعات، الثمان ساعات دول فيهم كام دقيقة؟ هضرب الثمان ساعات في 60 هيطلع 480 دقيقة بير شيفت ناقص ال 80 دقيقة بتوع البريكس، ال 30 دقيقة بتوع البريكس على اللي هم ال 1174 باركس بير شيفت. يبقى طرحنا ال 430 من ال 30 طلع 450 دقيقة، أحولها لثواني أضربها في 60 وأقسمها على عدد الأجزاء طلع التاكت تايم بتاعي ب 23 ثانية لكل جزء. طلع التاكت تايم بتاعي 23 ثانية لكل جزء. كده مفيش حد فاهم ال الله ينور استاذ محمد مسعد جاوب جاوبها 23 ثانية. طيب كده الناس فاهمة التاكت تايم؟ فاهمين المثال؟
تمام. النبي اللي مش فاهم يقول لي مش فاهم عشان اعيد، عشان ده اللي هنختم بيه النهارده، وده اللي مطلوب منكم بقى النهارده في الاكسرسايز في خلال الاسبوع دوت الهوم ورك بتاعكم ان شاء الله الاسبوع. انا كل الناس تمام. طيب مطلوب منكم ايه الاسبوع دوت؟ اكسرسايز في مجال عملكم. انا طالب منكم ثلاث حاجات تحسبوهم في شغلكم: التاكت تايم والسايكل تايم والليد تايم. يبقى انت مطلوب منك هوم وورك خلال الاسبوع، هتحسب لي التاكت تايم عندك والسايكل تايم والليد تايم. تمام. لا، الحضور مع المهندس احمد حسام ان شاء الله بعد. تمام. طيب لا، دي مش وقت الصيانه. مين اللي كاتب وقت الصيانه؟ ده وقت الراحه يا استاذ خالد. ده انا كويس ان انا شفت الكومنت بتاعك في الشات يا حبيبي يا استاذ خالد. ال 30 دقيقة دي البريكس اللي هي وقت الراحة. وقت الراحة. لو ذكر أعطال ماشي. أنت نسيت تعريف الأفيلابل تايم؟ حد يفكره بتعريف الأفيلابل تايم؟ الأفيلابل تايم وقت عدد ساعات الرسمية باستثناء وقت الراحة ووقت الصيانة المخطط. يعني لو مديك وقت الصيانة يا أستاذ حازم هتنقصه. يعني بتطرح وقت الراحه اللي هو البريك. ايوه، وقت الراحه اللي هو نص ساعه. صح استاذ محمد حنفي جاوب اهو. ولو مديك وقت الصيانه بخط مخطط هتطرحه. يعني لو مديك معطى وقت الصيانه عندك مخطط هتطرحه. تمام. طيب الله يبارك. انما مفيش طبعا صيانه فالمكنه شغاله عادي، فانت بتطرح وقت الراحه بس. ذكر ان في وقت الصيانه هتطرحه، هيبقى 480 ناقص ال 30 ناقص وقت الصيانه. كده كل الناس فاهمه الحمد لله. النهارده المحاضره يعني هتبعتوا التقرير ليا على الجروب. كل اللي هيحل التقرير هتبعتوه على الجروب ان شاء الله، وانا هبص عليه وهقيمه وهقول لك صح ولا غلط. تمام. خلاص كده احنا كده فهمنا التاكت تايم. حد عايز يعرف التاكت تايم؟ ماشي. التاكت تايم هو الافيلابل تايم بير كاستمر ديماند. بير كاستمر ديماند. خلاص. لو في وقت الصيانه هيطرح طبعا. لو في وقت الصيانه رجعوا كده للافيلابل تايم. تعريف الافيلابل تايم هتلاقوا ان الافيلابل تايم وقت عدد ساعات العمل الرسميه ناقص وقت الصيانه المخطط ناقص وقت الراحه. عكس الاوبن تايم. طيب هشير لكم ان شاء الله دلوقتي بعد ما اختم هشير لكم الماتيريال وهشير لكم شيت الاكسل ان شاء الله. وارجو طبعا الاسبوع الجاي بقى ان شاء الله هنبتدي نخش بقى في التولز بتاعت اللين اللي هي الفاليو ستريم مابنج والبول سيستم كنبان والتايب اس والجاست ان تايم والتوتال برودكتيف مينتننس. وطبعا مش الكلام ده طبعا هيتشرح على محاضرتين. يعني التولز ديت سبعه تولز هتتشرح ان شو كايزن. الكلام دوت هيتقسم على محاضرتين لان التولز دي تولز كبيره جدا. وهنبدا بقى التولز ديت هي الاساليب الحقيقيه لايه؟ للليل. يعني هي دي بقى اللي هتفعلها بقى في اماكن عملك بقى، وهتبتدي بقى تطبقها بقى، وهتبتدي بقى تحقق الهدف المرجو بقى من الليل. وخلي بالكم الليل من
المنهجيات السريعه اللي خبطتها او انجازاتها سريعه، يعني تقدر تعملها في المجال بتاعك بسرعه غير السكس سيجما. السكس سيجما عايزه وقت، السكس سيجما بتاخد من 6 شهور لسنه في التنفيذ في المشروع، انما اللين الانجازات بتاعتها سريعه. عشان كده اللين بيطبق في كل الدول العربيه والدول الاوروبيه ودول اسيا. ليه؟ سريع وبينجز. اطبق حته في اللين، اطبق التاكت تايم، اطبق التوتال برودكتيف مينتيننس، اطبق البول سيستم، اطبق الجاست تايم ما بياخدش حاجه، اطبق الفايف اس، اطبق البوكايوكي، اطبق. المبادئ بتاعتها سريعه وانجازاتها سريعه، وفي الاخر بتحقق الهدف المرجو منه اللي هو الوصول الى نسبه الهدر او الهالك او النفايات او الفاقد لزيرو، وهو ده المطلوب، وهو ده المطلوب. ارجو ان انتوا تكونوا النهارده فهمتوا المحاضره، وان شاء الله اللي جاي اقوى، واشوفكم على خير ان شاء الله باذن الله الاسبوع اللي جاي. وان شاء الله شايل لكم دلوقتي على الجروبات الماتيريالز والشيت بتاع الشيك شيت بتاع الثمان هوادر تاني للي ايه للي ما شافوش امبارح. والسلام عليكم ورحمه الله.